بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إلى نشرة الحساد. ومن أبرز العناوين: رئيس الوزراء يجتمع مع منظمات المجتمع المدني، وزير الأمن بولاية قلمدق يتحدث عن عمليات أمنية ضد ميليشيات شباب، وزير التجارة يصادق على لوائح تنفيذ قانون الشركات، لجنة الانتخابات تعلن عن تغيير موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي يصادق على ميزانية 2021، رئيس الوزراء يعين سكرتيرا دائما بمكتبه ومتحدثا باسم الحكومة الفيدرالية. أما الآن فأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الحساد الأسبوعي، ومعكم عمر فارح. عقد دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي اجتماعا تشاوريا مع شرائح المجتمع المدني المختلفة وعلماء الدين حول عملية الانتخابات المقبلة. كما ناقش الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إمكانية إجراء انتخابات سلمية في البلاد. وأضلع دولة محمد حسين روبلي المشاركين في الاجتماع على جهود الحكومة لإجراء انتخابات سلمية، قائلا إن زياراته الأخيرة إلى ولايات جنوب الغرب وبودلاند وقلمدق كانت تهدف إلى حل المخاوف القائمة بشأن عملية الانتخابات. وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني السيد عثمان محي الدين إلى أنهم اتفقوا مع رئيس الوزراء على عدد من الأسس لإجراء انتخابات سلمية في البلاد، مع احترام الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها خلال الانتخابات. وأضاف أنهم تبادلوا الاقتراحات البناءة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر السلام والتنمية في البلاد. عقد وزير الأمن بولاية قلمدق السيد أحمد معلم فقي الأحد الماضي مؤتمرا صحفيا في مدينة قالكعيو، ركز فيه على العمليات الجارية ضد ميليشيات شباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشاد كل من محافظي مدق السيد عبد الرحمن علي ديرية وعمدة مدينة قلكعيو عبد الرحمن الشيخ حسن جمعالي اللذين حضر الاجتماع بالجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب. وقدم السيد أحمد معلم فقي شرحا مفصلا حول العمليات العسكرية التي نفذت جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في ملعب عبد الله عيسى بمدينة قلكعيو في 18 من شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم يتابعون عن كثب أعمال البحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وقع وزير التجارة والصناعة في الحكومة الفيدرالية معالي خليفة عبدي عمر الأحد الماضي على لوائح تنفيذ قانون الشركات التجارية في البلاد. ويساهم هذا القانون في تنمية اقتصاد البلاد وزيادة الدخل القومي بالإضافة إلى خلق فرص عمل. وحضر مناسبة التوقيع وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة معالي عبد القادر الشريف شيخونا مية ونائب الوزير معالي علي أحمد شيخ بالإضافة إلى رجال أعمال. وكان رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو قد وقع على قانون الشركات التجارية في 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي بعد مصادقة مجلسي الشعب والشيوخ عليه. وقال فخامته إن قانون الشركات يعزز بشكل خاص فرص التجارة ويخلق فرص عمل والاستثمار في البلاد، ونأمل أن يعطي القانون الجديد الدعم اللازم للمستثمرين. أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بإجراء الانتخابات الثلاثاء الماضي أنها أجرت تغييرا في جدول انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ التي كان من المقرر انطلاقتها في 31 من الشهر الماضي. وقال بيان صحفي صادر عن اللجنة: نبلغ رؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية أن عملية تقديم طلبات مرشحي مجلس الشيوخ تنتهي في 5 من شهر يناير الجاري، بينما سيتم إجراء عملية الانتخابات في الفترة من 17 إلى 24 يناير عام 2021. وأوضح البيان أن التغيير الذي ضرأ في موعد انتخابات مجلس الشيوخ جاء بناء على طلب مقدم من رئيس ولاية قلمدق سيد أحمد عبد كارية.
وأشارت اللجنة الوطنية المكلفة بإجراء الانتخابات إلى أنه خلال تلك الفترة سيتم استكمال الأنشطة المتبقية من استلام طلبات المرشحين وإعداد المعدات والأماكن التي ستعمل فيها لجان الانتخابات على المستويين الفيدرالي والولائي. وفي الختام أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لرؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة على مراعاة الطلب المقدم من رئيس ولاية جلمودوغ. صادق نواب مجلس الشعب الفيدرالي الثلاثاء الماضي على الميزانية العامة للدولة لعام 2021. وترأس أعمال الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب السيد مهد عبدالله عود، وصوت لصالح الميزانية 145 عضوا من أصل 275 من نواب المجلس. وقد تم تمرير القراءة الثانية لميزانية الدولة لعام 2021 من قبل مجلس الشعب في الجلسة الماضية. وقد تم تمرير القراءة الثانية لميزانية الدولة لعام 2021 من قبل نواب مجلس الشعب في جلسة الاثنين الماضي. عين دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي الثلاثاء الماضي الدكتور محمد إبراهيم نور في منصب السكرتير الدائم بمكتب رئيس الوزراء. وعين دولته أيضا محمد إبراهيم معلمه متحدثا باسم الحكومة الفيدرالية. ومحمد إبراهيم معلمه صحفي مخضرم عمل في وسائل الإعلام الخاصة والدولية، وكان سكرتير منظمة تدافع عن حقوق الإنسان. وفي السياق نفسه عين دولة محمد حسين روبلي رئيس الوزراء محمد فارح سبريه مدير إدارة مراسم مكتبه، وذلك في مرسوم له صدر الأربعاء الماضي. وكان محمد فارح سبريه قد عمل في كل من السلك الدبلوماسي قسم شؤون العربية بالخارجية عام 2011 و2013 وقسم المراسم بالقصر الرئاسي عام 2013 و2017. وفارح سبريه يحمل ماجستير بتخصص إدارة الكوارث ودراسات اللاجئين من جامعة أفريقيا العالمية بالسودان. إلى هنا تنتهي نشرة الحصاد الأسبوعي، وكان معكم في الهواء عمر فارح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.